مرحبا. من وقت اللي جيت فيه على أوروبا وأنا ما عم بسمع غير سيرة حماية البيئة وحماية البيئة. يا أخي صرع فيها. وما بعرف ليش مكبرين الموضوع لهالدرجة، مع أنه لو الواحد منهم بس لو عاش بسوريا كان قدر ينقل خبراتنا وتجاربنا بحماية البيئة لهون، وكلنا بغينا عن هالطوشة والصرعة، لأنه نحن أكثر الناس اللي ما عنا زبالة زايدة بالكام. هون لسه عاملين لي فصل زبايل، وبدك تحط 3-4 سطولة زبايل ببيتك. شيل البلاستيك، شيل الأزاز، شيل الورق، شيل المعدن. اي حاجة بقى. لو يشوفوا بس كيف كانت البرندة تبع بيتنا. اي شو بدي احكي لأحكي. لك الشوف مو مثل الحكي. بتطلع هيك بتلاقي تشكيلة علب سمنة على علب حليب. بتلاقي امي زرعت لك الورد الاحمر بقلب علبة سمنة اصيل، وجنبها علبة سمنة البقرة الحلوب طالع منها الورد الزهري، وجنبها علبة حليب النيدو وعم يلفوا حواليها العروق الخضر. ما أحلاها أن بتكب هيك علي. لك بتفوت على المطبخ بدك تفقص لك بيضتين، بتفتح علبة هالسمنة بتلاقي أمك حاطة فيها برغل وعدس ورز. طبعا بقايا السمنة وين بيكونوا؟ بيكونوا محطوطين جوات فنجان بكسور قلم. تصوروا هون في تطبيق بتنزل عليه الثياب القديمة اللي ما بدك اياها وبتبيعها. ايه انا امي عملت من تيشيرتي اللي كان مكتوب عليه Just Do It والله وعملته ممسحة للأراضي، طلع فعلا Just Do It. لك نحن بعمرنا ما فوتنا على بيتنا جلاية، مو مثل هون بخافوا إذا جلوا هالكم صحن تخلص علبة سائل الجلي وتقشر إيديهم. يجوا يشوفوا سائل جلي هونالين هونالين جلياتي شو ناعمين. حتى إذا بكون في بقيان بالعلبة مثلا شوية سائل حط فوقه نص لتر مي بتلاقي بتصير والله أختر جديدة، والشامبو بينطبق عليه نفس القاعدة. عنا صابونة الحمام عبارة عن 3-4 بقايا صوابين ملزوقين ببعض ومنتحمم فيهن عادي، ما في شي بينكب، كله يستخدم إلى أجر غير مسمى. تخيلوا كنت بزيارة عن جاري وبعد ما ضيفني آخر كم قطعة بسكويت بالعلبة إجا بده يكبه بسط الزبالة تبع المعدن. رقدت عليه وصرخت هداك الصوت، لك ليش بدك تكبه؟ لك هي القلبة ياما قفشتني وأنا أفكر أنه جواتها بتيفور وراسة بعجوة كعكعيد، بفتحها بيطلع لي زرار وخيطان وقبر وما بعرف شو. أخي ما في شي بينكب من الأخير، حتى قلم رصاص الصغيرة بتلاقي جوات المزهرية اللي بالصالون، ورح تلاقي بقلبها كمان فواتير تليفون وكم دبوس وشي زر مقطوع من شي بنطلون، كله بيلزم بالمستقبل. ما في شي اسمه كبه بالزبالة. بقى مين اللي طلع محافظ على البيئة أكتر؟ نحن ولا هنن؟ بس انتو بتحبوا الأجانب. سلام.